أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع دروس الظواهر اللغوية بالنسبة للسنة الرابعة متوسط وغيرها من السنوات في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم الابتدائي. إذن اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على تقدم المفعول به وجوبا وجوازا. تقدم المفعول به وجوبا وجوازا. أولا سنتعرف على تقدم المفعول به وجوبا وجوازا عن الفاعل، أي حينما يتقدم المفعول به عن الفعل، وحينما يتقدم المفعول به عن الفاعل فقط، أي يكون هكذا، يكون الفعل ثم المفعول به ثم الفاعل. إذن الفعل ثم المفعول به ثم الفاعل، فيتقدم المفعول به عن الفاعل فقط، هذا أولا. ثم بعد ذلك سوف نتعرف في مرحلة أخرى إن شاء الله تعالى عن وجوب وجواز تقدم المفعول به عن الفعل والفاعل إن شاء الله تعالى. إذن مع الأمثلة، أولا جواز تقديم المفعول به عن الفاعل. إذا ركز جيدا، جواز تقديم المفعول به عن الفاعل. نحن الآن نتكلم عن الفاعل فقط، بمعنى يكون فعل ثم مفعول به ثم فاعل. هذه الأمثلة توضح ذلك. لما تقول افترس الغزال أسد، فهنا تلاحظ أن الفعل في مكانه افترس، ثم سبق ثم جاء بعده المفعول به ثم جاء الفاعل، فتقدم المفعول به الغزال عن تقدم المفعول به عن الفاعل فقط. ما هو السبب هنا؟ من أجل لفت الانتباه وإبراز أهمية هذا المفعول به. فهنا الذي يهمنا هنا، إذا انتبهنا جيدا إلى هذا المعنى وعمق المعنى، نجد أن الذي يهمنا في هذه المسألة هو الغزال، لا يهمنا من الذي تناول الغزال أو ما الذي تناول الغزال، وما الذي يهمنا هو الغزال نفسه، فقد ذهب الغزال وضاع الغزال، لكن لا يهم من الذي أكده، فالمهم هنا هو الغزال. ولذلك قدمنا الغزال حتى نبرزه. إذن فيجوز تقديم المفعول به عن الفاعل بغرض إبرازه وإظهار أهميته. أيضا يجوز تقديم المفعول به عن الفاعل في حالة إذا كان الفاعل طويلا، كما تلاحظون في هذا المثال: أنقذ الغريق. الغريق مفعول به جمع غفير من المواطن. إذن الفاعل طويل، ولذلك يجوز تقديم المفعول به، يجوز فقط تقديم المفعول به. الحالة الثانية وجوب تقديم المفعول به عن الفاعل. لازلنا مع تقديم المفعول به عن الفاعل فقط وجوبا. إذن أولا لاحظ مثلا هذا المثال: سرني قدومك. إذن الفعل في مكانه سر، والنون نون الوقاية، وكان الياء هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، فهنا المفعول به جاء في شكل ضمير متصل بالفعل، وهنا يجب تقديم المفعول به عن الفاعل. ما السبب؟ لأنه ضمير متصل بالفعل، قدومه هو الفاعل. الحالة الثانية وهي يسوق السيارة صاحبها. يسوق السيارة صاحبها، إذن السيارة مفعول به، صاحبها والفاعل. لماذا تقدم المفعول به؟ لأن الفاعل ارتبط به ضمير يعود على المفعول به، ولا بد أن يسبق الاسم الضمير العائد. لا نستطيع أن نقدم الضمير ثم يأتي بعده الاسم، لا، هذا غير جائز في اللغة العربية. فيجب أن يتقدم الاسم ثم يأتي بعده الضمير. الاسم هو السيارة المفعول به، والضمير هو الها. على ماذا يعود؟ يعود على السيارة، فلا بد أن يتأخر هذا الضمير، وبالتالي تقدم المفعول به وجوبا. لماذا؟ لأن الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول به. الحالة الثالثة وهي إذا كان المفعول، إذا كان الفعل محصورا في المفعول به محصورا في الفاعل. مثال ذلك: لا يغفر الذنوب إلا الله. فغفران الذنوب، الفعل وهو غفران الذنوب، محصور في الله سبحانه وتعالى، ليس هناك من يغفر الذنوب. ما هي أدوات الحصر هنا؟ وهي لا وإلا. إذا استعملنا أداة الحصر لا النافية، وإلا أداة الاستثناء. وقد يكون الحصر أيضا بإنما، إنما يغفر الذنوب الله. فهنا غفران الذنوب الفعل
معنى الفعل يكون محصورا في الفاعل. إذا كان معنى الفعل محصورا في الفاعل فإن المفعول به يتقدم عن الفعل، أو عفوا يتقدم المفعول به عن الفاعل وجوبا. إذا مع هذا الاستنتاج حول تقديم المفعول به عن الفعل وجوبا وجواز، إذا لا بد أن تنتبه، نحن نتحدث عن تقديم المفعول به عن الفاعل فقط. إذا يجوز تقديم المفعول به عن الفاعل، أول لإبرازه ولفت الانتباه إليه، ثاني إذا كان أو لاجتناب الثقل إذا كان الفاعل طويلا. ويجب تقديم المفعول به على الفاعل، يجب تقديم المفعول به عن الفاعل إذا كان أول إذا كان المفعول به ضميرا متصلا بالفعل كما رأينا في سرني، وإذا كان في الفاعل ضمير متصل يعود على المفعول به، وفي الأخير إذا كان القيام بالفعل محصورا في الفاعل كما رأينا في مثال لا يغفر الذنوب إلا الله. ننتقل إلى وجوب تقديم المفعول به عن الفعل والفاعل. إذا هذه المرحلة الثانية، وجوب تقديم المفعول به عن أو على الفعل والفاعل معا. هذه الأمثلة تبين ذلك. ما فعلت أو من تقابل أو من تقابل فكلمه. إذا تلاحظون أن هذه الجمل بدأت بما حقه التقديم، من وما. إذا فهذه تسمى أسماء الصدارة، يجب أن تتقدم وهنا جاءت مفعولا به. ما فعلت ففعل هو كلمة فعل هو الفعل، والتاء هو الفاعل، ولكن أين المفعول به؟ المفعول به هو اسم الصدارة وهو ما. إذا يجب تقديم هذا المفعول به لأنه اسم من أسماء الصدارة. هنا أيضا تقابل الفعل والفاعل، مستتر تقديره أنت، لكن أين المفعول به وهو من؟ هذا المن هو الذي سوف تقابله. إذا يجب تقديم المفعول به عن الفعل والفاعل. إذا تلاحظ المفعول بتقدم عن الفعل والفاعل بسبب أن المفعول به اسم من أسماء الصدارة، طبعا ما الدالة على غير العاقل ومن الدالة للعاقل. كم من دار بعت، كم هنا أيضا اسم من أسماء الصدارة، كم من دار بعت. تلاحظون أن اسم الصدارة هنا كم تقدم على الفعل والفاعل. باب من طرقت، باب من طرقت. تلاحظون أن المفعول به هنا هو باب، لكن وليس لماذا متقدم أو يجب تقديمه؟ لأنه مضاف إلى اسم من أسماء الصدارة، مضاف إلى اسم من أسماء الصدارة. إذن هنا اسم الصدارة انظروا إلى القيمة التي له، الوزن الذي له في الإعراب. فإذا كان المفعول باسم من أسماء الصدارة يتقدم، وإذا كان مضافا إلى اسم من أسماء الصدارة فالمفعول به هنا هو باب، لكنه تقدم وجوبا لأنه مضاف إلى اسم من أسماء الصدارة وهو هنا من، باب من طرقت. المثال الآخر، إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا يفيد التخصيص، وهو تقول إياي، فأنت تخص نفسك بهذا الفعل. إياي يقصد الضيف، إياي يقصد الضيف، هنا إياي مفعول به تقدم وجوبا لأنه ضمير منفصل يفيد التخصيص. عفوا، وجوب تقديم المفعول به عن الفعل والفاعل ما زلنا. إذا ركعة صليت أم ركعتين، فهنا تقدم المفعول به وهو ركعة. ما هو السبب؟ لأنه سبق بهذا الاستفهام الذي يأتي بعده التخير بأم. خامسا، كافئ المجتهدين أما المقصرة فعاقب. إذا تلاحظون هنا أن المفعول به تقدم المقصرة، المقصر مفعول به للفعل عاقب. إذا تقدم المفعول به وجوبا عن الفعل والفاعل لوجود فالجزاء التي جاءت بعد الحرف أما. إذا مع الاستنتاج، عفوا، إذا الاستنتاج يجب تقديم المفعول به عن الفعل والفاعل إذا كان بهذه الشروط من أسماء الصدارة، كأسماء الشرط والاستفهام وكم وكأي الخبر. طبعا الخبريتين يجب التفريق بين كم التعجب، كم الاستفهام وكم الخبرية. هنا كم هذه للإخبار، المثال الذي ذكرناه، كم من دار بعت، فأنت لا تسأل وإنما تخبر كم من دار بعت، أنت بعت كثير من الديار فأنت تخبر الناس كم من دار بعت. ثانيا، إذا كان المفعول به مضافا إلى من له حق الصدر، إذا كان من أسماء الصدارة أو مضافا إلى من له حق الصدارة. إذا كان ضمير نصب منفصل يفيد تخصيص كما رأينا في إياي،
وإذا كان موضوع الاستفهام كما رأينا في المثال الذي سبقه أداة استفهام، أركعة صليت أم ركعتين، وإذا كان واقعا في الحقيقة قبل فاء الجزاء كما رأينا في المثال. ويجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل في حالات منها إذا سبق بهذه الأدوات هل وهل وألا وإن الشرطية، مثال ذلك هل التدخين تركت. إذن تلاحظون أن التدخين المفعول به سبق جوازا فقط، لأنه طبعا المفعول به سبق الفعل والفاعل جوازا لأن المفعول به سبق ودخلت عليه الحرف هل. إذن إلى هذا إلى هنا يلتقي لقائي معكم، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تدعو لنا ولا تنسونا من صالح دعائكم، كما أرجو من إخواني المتابعين أن يعجبوا بهذا التسجيل وأن يشاركوا حتى يصل إلى أكبر قدر ممكن من المستفيدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.